برنامج إعداده جيد جدا ومستوى النقاش راقي وموضوعي. أنا قلت رأيي قبل كده في أحداث العباسية، حق التظاهر مكفول، حق الاعتصام مكفول، لكن الاعتداء على المتظاهرين غير مبرر. رغم عدم اتفاقي مع سبب الاعتصام ومكانه وتوقيته، مصر تنتخب الرئيس مجهود كبير جدا جدا جدا، والحقيقة يعني صعب وممتع في نفس الوقت، واللي بيسهل الصعب ده انه التيم وورك اللي شغال على انجاز. احنا نقعد ونسال ونفهم ونعرف ونبحث وتكون بشكل محترم. في جمهور موجود وفي لجنه خبراء موجودين، يعني في مستوى من الخبره ومستوى من الانفعال الجمهور، بالاضافه طبعا الى في اعداد جيد نخلي كل سؤال لازم في مكانه مع توقيتات محسومه، وده اللي مدي قيمة للبرنامج.